22 أدار، فقت الصبح، كنت لبست وعبونا رايحين على المدرسة، كانت عيني حمرة. عيطت لي بابا، قال ليش عينك حمرة؟ قلت له ما بعرف. فتحها عم لقينا ازاز بعيني، قام دخل طلعنا، قال بابا البنت هيك هيك، قام عمل لي صورة على الليزر، قام قدام ازازتين، قال خلص ما عاد يطلع. رجعنا على البيت نعشي، رجع ينزل بكترة. تمام. ايه يلا بقى ايه بتوضح شغله هذا الجزء. فانا بتمنى شغله كثير مهمه واساسيه، مش ما عقد البنت، مش ما خوف البنت، حتى حليل كله بعملها فرد مره برا، باوروبا، بامريكا، بانجلترا، وين ما كان. هذا الطرح اللي عم بطرحه، ونحن حاضرين وجاهزين انا وبنتي انه نتوصل لتفسير للحالة هاي، لانه حالي مرهقه ومتعبه جدا، متعبه، وضل الواحد بشكل متوتر، بشكل توتر، انه اليوم طلع زيزي من عين بنتي ما جرحتها، على بكره ممكن تجرحها، بعد ساعه ممكن تجرحها. وأنا اللي راح أعمله هذا، راح مهير تقرير. انا كان بعد في عندي كم سؤال هيك طرقوا علي بعد ما حصلت عنا هاي، بدي ارجع احاول احكي معهم، مع الاهل ومع البنت. والموضوع هذا انا عم بعمل دوكيومنتاسيون بالنسبه له، على اساس اني ابعته على المؤتمر الاسباني لطب العيون اللي بيصير هلا قريبا يعني. وان شاء الله نشوف الامر كيف بيطلع بالنهايه.